الحفل الكريم مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، تتواصل الانطلاقات في هذا المساء الجميل، هذا المساء المميز، مواهب الحقائق لمسافه الاربعه كيلومترات. ننطلق على بركه الله وتوفيقه، نقول التحيه لكل الفائزين والمشاركين والمتابعين الاعزاء، من تتابعونا عبر قناة ياس التي تنقل هذه الأحداث من ميدان الذيد لسباقات الهجن العربية الأصيلة. نبحر وإياكم مشاهدينا مستمعينا الأفاضل مع هذه الانطلاقات، مع هذه التحديات الجميلة، مع هذه الشعارات العملاقة في هذا العالم الساحر الأصيل، عالم الأصايل. مباشرة مع الصدارة والمركز الأول، سمحه اللي هنا تسمح أمورها على الصدارة، ناصر بن حمد بن عميرة الشامسي من يتصدر المشاركين. نقلتنا إلى ثاني المراكز اللي تحتل المركز الثاني وتنطلق هنا بقوة من خلال هذه اللحظات، الذيبه لمحمد بن يابر بن حمد بن مصلح الأحبابي. نقلتنا إلى ثالث المراكز نجود عمر بن خلفان بن طوق العلي العليلي من يحتل المركز الثالث. نقلتنا إلى رابع المراكز ورابع التحديات، هذه زاخر من مدينة العين، سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي من يقدم هنا زاخر زاخر زاخر. المركز الخامس وخامس التحديات، الله يا المتدخلة، احتفال في يوم الاحتفال، يابر بن سالم بن ناصر بن مضخور المسعودي من يحتل المركز الخامس. نقلتنا إلى سادس المراكز أيها الحفل الكريم، وصلت وصلت وصلت، هذه سكر زيادة، حرام بن راشد بن سيف الغفلي، أهل اللبسة قادمين بكل قوة، ميدان الشعب على سادس المراكز. المركز السابع الدان عبد الله بن حمد القرين العامري من يحتل المركز السابع. المركز الثامن، ثامن مراكزنا، الله يا الدخول السريع والملحوظ، اسباب ولا ماشي اسباب، حمد بن ناصر بن حمد الدرعي. والمركز التاسع، شعار بن دري يتدخل، مسلم بن علي بن دري المنصوري قادم بكل قوه في مسار هذا الشوط. نتابع المركز العاشر، العاشرة العاشرة اللي قادمة ومتدخلة بكل سرعة هنا ملحوظها الصباحية، الصباحية سالم بن مبارك بن هديب الهشامي. هذه مراكزنا العشرة الأولى أيها الحفل الكريم، ننتصف المسافة 2 كيلومتر، تفصلنا عن المقصورة الرئيسية، تفصلنا عن خط النهاية. الله 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 الله، الصدارة والمركز الأول، تغييرات هنا طرت وجرت على أول المراكز، نجود على أرض الجود، عمر بن خلفان بن طوق العليلي من يتحمل مسؤولية هذا الشوط هنا على المركز الأول. ما شاء الله وتبارك الله، الذيبه نعامية وصوف هنا متسللة، الله الذيبه الذيبه. محمد بن يابر بن حمد بن مصلح الأحبابي اللي يعلن هنا تحديات الذيبه. والمركز الثالث، الله 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 الله، هذه هذه منوه، منوه لمحمد بن سهيل بن خلف بن براك المزروعي، اهل الظفره وصلوا. المركز الرابع، رابع مراكزنا ورابع التحديات في هذا الانطلاق، سياد سعيد بن سهيل بن دليل والاكتبي، وصل راعي الوسميه، وصل راعي الوسميه، يبغى السلامات اهل الاحباب هناك من دبي قادم بكل قوه. المركز الخامس، هذه الحرشة الحرشة الحرشة، يمع بن عتيج بن جمع الرميثي وصل المحترف في هذه اللحظات الاستثنائية، اللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة. المركز السادس والسادس مراكزنا في هذه اللحظات النصيبة، سعيد بن محمد بن سالم بالحب العامري قادم بكل قوة في هذا الشوط بالحب، وأيضا مخيفة غانم بن حمد بن مطر المنصوري واصل بكل قوة في هذه اللحظات. ركز يا بن حليس، ركز ركز مع الانطلاق المثير،
المثير والتحدي الغوي في هذه اللحظات. المركز الثامن وثامن مراكزنا، ثامن مراكزنا جود لمحمد بن احمد بن محمد بن حمد بن احمد بن العكوي العامري، قادم بكل قوه في هذه اللحظات. لكن نكتفي بهذا الغدر، نكتفي بهذا الحدث، نكتفي بهذا الشعار. بالدليوي روح، روح بالدليوي هنوك على الصدارة، راعي الوسمية في الصدارة في موقع خطير للغاية حتى هذه اللحظات، اللحظات الأخيرة، اللحظات الجميلة. هنا على المركز الأول أسياد متسيده الموقع بمتابعة عبد الغادر، وأيضا عهد 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 سعيد بن سلطان بن علي بن ميرين، بن ميرين غير الامور. عهد يا سلام، يا سلام يا عهد، الى مدينه العين عهد غيرت الموازين، انطلقت في الصداره. سعيد بن سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي هنا على الصداره على المركز الاول، انفرد بهذا الانطلاق، انطلق انطلاقه صاروخيه نحو الزعفران، نحو الفوز، نحو الناموس. الله 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 الله، خلاص خلاص عهد موقعة الاعتماد لعهد هذا الشوط، عهد مالكها في الصدارة، عهد على المركز الأول. تهانينا من الأعماق لسعيد بن سلطان بن علي بن ميرين. سلام يا العين، سلام سلام عيناوي، سلام سلام يا العين دار الزين على هذا الفوز، هذا الانتصار اللي تقدم عهد في المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني وصلت مرموق لمحمد بن علي بن محمد المدهوشي. المركز الثالث، ثالث المراكز مشاهدينا الكرام، منوه لمحمد بن سيد مغلب بن براك المزروعي. المركز الرابع اسياد لسعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي. والمركز الخامس، المركز الخامس، خامس مراكزنا ايها الحفل الكريم، منوه لمحمد بن سيد مغلب بن براك المزروعي. هذه مراكزنا الخمسة الأولى، المراكز الخمسة مع خط النهاية. ما شاء الله وتبارك الله، عهد اللي استطاعت أن توقع أوراق اعتماد العهد والعهود على الصدارة، الفوز بالمركز الأول من ميدان الذيد إلى مدينة العين إلى مدينة الخضرة والجمال. تهانينا لك من الأعماق يا بن ميرين، مشكور على هذا الأداء الجميل. التوقيت الزمني 6 دقائق 11 ثانية، وفاء وتماما وكمال. سعيد سلطان بن علي بن ميرين الاكتبي، وسلام يا العين سلام. المركز الثاني، المركز الثاني واللي ما قصرت بأدائها، توقيتها 6 دقائق 12 جزئين من الثانية. تهانينا والناموس نزفها لمحمد بن علي بن محمد المدهوشي. تهانينا والناموس. المركز الثالث، ثالث مراكزنا أيها الحفل الكريم، 6 دقائق 12 8 أجزاء من الثانية اللي هي بالفعل وصلت في اللحظات الأخيرة الصباحية لسالم بن مبارك بن هديب الهشامي، مشكور الهشامي. المركز الخامس 6 دقائق 13 8 أجزاء من الثانية سياد. والمركز الرابع لسعيد بن سهيل بالدليوي الاكتبي، تهانينا والناموس. خامس مراكزنا أيها الحفل الكريم، وهي منوه اللي ما قصرت بأدائها، مشكورين أهل الظفرة، محمد بن سهيل بن خلف بن براك المزروعي. 6 دقائق 16 و6 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين.